ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة عبارة عن ان هجيب موقع اسمه لو خيروك. تمام، موقع لو خيروك ده، الموقع ده بتجيبه من على جوجل. تمام، يعني هو موقع بيطرح لك اسئلة. تمام، والنهاردة يعني فيديو اول مرة اعمله. الاول كان اخوي على طول هو بيسألني وبيجيب لي لو خيروك، لكن النهاردة انا هشوف لو خيروك اللي على جوجل. الموقع اللي على جوجل ده اسمه لو خيروك. فيلا نبدأ مع بعض. هنا بيقول لي اذا خيروك ما بين تقطع ذراعك او تقطع ذراع شخص غريب لكن يرجع بعد 30 سنة عشان يقتلك. لو خيروك دي غريبة شوية. اذا خيروك ما بين تقطع ذراعك، اقطع دراعي، ولا اقطع دراع شخصي معرفوش لكن بعد 30 سنة يجي ويرجع عشان يقتلني. صراحة لو خيروك دي صعب، مش عارف. هو ليه الاذى يعني؟ هما ليه عايزين الاذى؟ مش هينفع اعديها، واضح كده مش هينفع اعديها. خلاص هقطع ذراع شخص غريب لكن يرجع بعد 30 سنة عشان يقتلك ولا يقتلني. هدوس وخلاص. نشوف ايه اللي بعديها. ما بيدوسش ليه؟ دوس يا عم. ماشي. اذا خيروك ما بين تعيش بدون اصدقاء طوال حياتك او يكون عندك صديق وحيد بس كثير الكلام. لو خيروك تعيش بدون اصدقاء طوال حياتك لكن يعني او لا مش لكن او يكون عندك صديق وحيد بس كثير الكلام. هو الواحد ما ينفعش طبعا يعيش من غير اصدقاء، لازم يشوف يعني يشوف هيشوف ناس كتير وكده، لكن يعني يكون عندك صديق وحيد. لا انا افضل يكون عندي صديق وحيد بس بيتكلم كتير عادي، انا غير اصلا. هنشوف اللي بعديها. شوف لو خيروك اللي بعديها يا ترى ايه. مش عارف، اول مرة ادخل اصلا على الموقع ده. بيقول لي اذا خيروك ما بين ان تعيش في دولة تكرهها جدا وتأخذ مليون دولار او ان تعيش فقيرا في دولة تحبها جدا. مش عارف صراحة، بس ان تعيش في دولة تكرهها جدا وتأخذ مليون دولار او ان تعيش فقيرا في دولة تحبها جدا. اعيش في دولة يعني اعيش فقير في دولة بحبها جدا. انا صراحة اختار دي. تمام، اختار دي. نشوف واحدة تانية. نشوف لو خيروك اللي بعديها. اذا خيروك ما بين تتعرض لموقف محرج لن تنساه طوال حياتك او تتعرض لاصابة خطيرة برأسك ويغمى عليك. ايه الكلام ده؟ مينفع اتعرض لموقف محرج لن تنساه طوال حياتك؟ انا مش فاهم ايه ده. حاجة غريبة اول مرة اشوفها صراحة. هنشوف ايه اللي بعديها. اذا خيروك ما بين تكون فقير وصديقك غني، تكون غني وصديقك فقير. مش عارف. يعني اكون انا فقير وصديقي يبقى غني، او اكون انا غني وصديقي يبقى فقير. مش عارف يعني تيجي ازاي. عادي يعني. بصوا اكون انا فقير وصديقي هو يبقى غني. اي خدمة صديقي. عملت حركة جدعانة اهو. عادي بقى، مش تفرق كده كده كل ده لو خيروك. يعني ايه يعني؟ عادي يعني كل واحد
يعني اللي يختار براحته. إذا خيروك ما بين تعيش للأبد بس تكون مريض وتتألم دائما، أو تعيش بدون أمراض وتموت بعمر 70 سنة، طبعا أعيش بدون أمراض. طبعا العمر بيد الله، يعني مش ينفع أقول إن أنا هموت لما بقى عندي 60 سنة ولا بقى عندي 50 سنة. طبعا العمر كله بيد الله. نشوف ايه اللي بعديها. اللي بعديها، اذا خيروك ما بين تشتغل مدرب ملاكمة او تشتغل مدرب كرة، كرة القدم. انا طبعا طبعا بحب انا كرة القدم جدا، فعادي يعني، بس مش نفسي ابقى مدرب، نفسي ابقى لاعب عادي يعني محترف وكده، بس عادي نشتغل مدرب كرة قدم. نشوف اللي بعديها. اذا خيروك ما بين تنام في الليل وتعمل في الن... وتعمل اسف تنام في الليل وتعمل في النهار، او تنام في النهار وتعمل في الليل. انا بالنسبه لي بصراحه يعني تنام في الليل وتعمل في النهار، تنام في النهار وتعمل في الليل. تمام. انا بالنسبه لي بحب صراحه انام بالنهار، ما بحب الشغل الصبح ده، فانا بحب انام في النهار واعمل في الليل. اذا خيروك ما بين تنخطف انت او تنخطف عائلتك، اوبا 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 اوبا، اذا خيروك ما بين تنخطف انت تنخطف عائلتك. لا، انخطف حد يجي يخطفني انا. عائلتي ما لهمش دعوه يا جدعان. نشوف اللي بعديه. بيقول لي اذا خيروك ما بين يموت شخص تحبه او تموت انت، يعني شخص احبه احبه يعني احبه جدا جدا بحكم بحبه ويموت، ولا اموت انا؟ مش عارف، صعبة جدا صراحة. لو خيار دي صعبة، يعني يموت شخص تحبه ولا تموت انت؟ لا انا عايز اعديها صراحة. ممكن مثلا لا نعديها، مش هختار حاجة، هنعدي لو خيرك دي. معلش مش هنختار اي حاجة خالص. مش عارف اختار ايه. اذا خيروك ما بين تاكل افضل اكلة لديك مع صرصور، ايه ده، او تاكل اكره اكلة لديك. انا اصلا الحمد لله بحب كل انواع الاكل، فانا اكل اي حاجة. انا باكل اي حاجة، يعني اكل افضل اكلة وكون مع صرصار، ايه يا عم القرف ده يا جدعان؟ لو خيروك دي يا جدعان يخرب بيك كده. اذا خيروك ما بين تسافر الى دولة غنية لكنك فقير، او تسافر الى دولة فقيرة لكنك غني. سبحان الله، في ايه؟ بيقولي اسافر دولة غنية وانا فقير، ولا اسافر في دولة فقيرة بس انا غني؟ اسافر في دولة فقيرة وانا غني. نخش على اللي بعديها. اذا خيروك ما بين تنام 3 ايام في الشارع، او تبقى شهرين بدون انترنت. اوبا اوبا يا جماعة، انا بقعد اسبوع من غير نت، بحس ان انا مش، ايه ده ازاي؟ بالنسبة للناس اللي مدمنة نت وبتقعد على النت كتير واليوتيوب والكلام ده، فانا طبعا مش هينفع انام طبعا في الشارع. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انام في الشارع ازاي يا جدعان؟ انام في الشارع ازاي؟ ما انا ممكن انام في البيت عادي. انام 3 ايام في الشارع ولا تبقى يعني شهرين؟ خلاص ما ينفعش انام طبعا في الشارع، بس برضك في نفس الوقت ما ينفعش ان انت تبقى مفصول. اعديه زي السؤال اللي هو زي لو خيروك اللي فاتت، والله اعديه. بس
لا اعديه. بس انا عديت سؤالين كده، انا كده عديت اتنين لو خيروك يا جدعان، عديت اتنين لو خيروك. اخر واحدة بقى لو خيروك، اذا خيروك ما بين يدرسك ايه يدرسك دي يعني، يدرس لي، تمام، يدرس لي استاذ انا بكرهه، او تدرس مع طالب تكرهه. الاتنين رخمين يا جماعة. اصلا لو انت جيت حسبتها كده، يعني خلي استاذ يعني يدرس لك وانت بتكرهه، هو بيشرح كده تحس انت مخنوق منه ومش طايقه اصلا، فخلاص انت مش عايز، مش متقبل منه حاجة. لكن ونفس الناحية يعني تدرس مع طالب انت بتكرهه، بس الطالب ده بقى ايه لما تيجي تطلع، ايوه، هتتخانقوا بقى وتعملوا حوار وانت اصلا مش طايقه. هي خلاص تدرس مع طالب تكرهه وبس كده. الفيديو خلص، فيديو كده خفيف، قلت اعمل لكم كده فيديو خفيف عليكم. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، و يعني بس خلاص الفيديو خلص. فمش عايز منكم حاجة، بس طلب كده صغير، في زرار تحت كده بيقولوا عليه سبسكرايب او اشتراك بالعربي يعني، فياريت تنزل تدوس عليه، ومش لازم تفعل زر الجرس لو عايز يعني، بس واعمل لايك للفيديو لو عجبك، واشترك للقناة، وفعل الجرس لو حابب تتابعني وتتابعني انا واخويا. طبعا كله بيقول ايه ده، هو فين انس، فين انس يا بلال، فين انس يا بلال. انس دلوقتي في المدرسة وانا بعمل فيديو، عشان ما ينفعش نتأخر عليكم اكتر من كده. وان شاء الله واحدة واحدة هنظبط الدنيا، والابداعات جاية الفترة الجاية جميلة، والفيديوهات الجاية هتبقى احلى ان شاء الله. حتى مش واخدين بالكم، بحاول اظبط المكان اللي ورايا بس على قد ما اقدر. حتى جبت مايك اهو، طبعا بنجرب بقى المايك عشان لسه اول مره اسجل بالطريقه دي ونعمل فيديو بالطريقه دي. فبس كده اقول تاني، فبس كده فيديو خلص. ده انا معكم ايه في فيديو. سلام.